أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المناظرة اليومية. تباينت الأنباء حول حجم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية تلبية لدعوات أطلقها المقاول المصري محمد علي وحركات معارضة. الإعلام المصري أكد على رواية النظام بأن الأمور مستقرة، بينما أظهرت بعض وسائل الإعلام أشرطة فيديو لتظاهرات قالت أنها آخذة بالاتساع ومطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الحكومة المصرية اتهمت من أسمتهم الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين ببث هذه الأنباء والتي وصفتها بالكاذبة، بينما أصرت حسابات معارضة على أن الاحتجاجات تكسب زخما متزايدا. إذن ما هي حقيقة الموقف في الشارع المصري؟ إذا لم تكن هنالك احتجاجات، لماذا تحظر السلطات المصرية على وسائل الإعلام تغطيتها؟ أم أنه لا توجد أنشطة احتجاجية أصلا يمكن لها أن تغطيها؟ وهل المعارضة للنظام تختصر بالإخوان المسلمين؟ وهل فقط هم من ينادون بالزوال والنزول إلى الشارع المصري؟ هذا ما سنناقشه لنبدأ المناظرة. لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من جنيف السيد عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية. أهلا بك سيد عادل. وأيضا ينضم إلينا من ليبيا سيد محمد العطيفي رئيس تحرير الشرق تريبيون. أبدأ معك سيد محمد، يعني إذا كان النظام لا يخشى الاحتجاجات ويقول أنها غير موجودة، إذن كيف نفسر الآلاف من المقاطع الفيديو الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحالة؟ نعم، تسمعني سيد محمد؟ محمد العطيفي ولا الآخر؟ نعم، أبدأ معك سيد محمد هذا النقاش. أعيد عليك السؤال، إذا كان يعني عمليا النظام يخشى هذه الاحتجاجات ويقول أنها غير موجودة، إذن كيف نفسر آلاف مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث؟ أولا في البداية أحب أحيي الشعب الإسرائيلي وأقول لهم شنتوفا بالعام العبري الجديد في ظل التغيرات العربية، وأؤيد وأدعم شكري إلى اليهود العرب الذين لعبوا دور مهم جدا فيما نحن عليه الآن. أما بالنسبة إلى ما يتم أو ما نراه، أولا الشعب المصري بصفة عامة يعني من الواضح أنه يتفهم الآن أن مصر هي مصر البناء، ومصر البناء تتطلب جهد أبنائها، بالتالي المشككين في البناء لا دور لهم في هذه المرحلة، هم من يفبركون هذه الفيديوهات حتى يوضح أن مصر بها نوع من القلاقل أو اضطراب، وهذا ليس صحيح لأن الشعب يلتف حول قيادته. الشعب رأينا عندما دعا المنبوذين في الخارج الذين ليس لهم أي دور في الحياة سوى أنهم يجلسون في الخارج ويحاولون إثارة القلاقل في مصر، لا دور لهم الآن في مصر ولن يكون لهم أي دور لأن مصر بناء. الشعب المصري الآن يعني بكل ثقة، وأفتخر أن الشعب المصري يدوس على خيرات بلاده بقدمه اليوم، أقدامه وهو يسير في الشارع يرى خيرات بلاده من كل حد وصاوب، يرى البناء، يرى الطرق، يرى الكباري، يرى المستشفيات. نعم. يعني أنت سيد محمد العطيفي كيف تتابع هذه الاحتجاجات إذا ما يعني أطلقنا عليها اسم احتجاجات من داخل لندن؟ هل تتابع عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي أم عن طريق الإعلام؟ لأن الرواية تختلف من كل وسيلة ووسيلة. في الحالتين سواء الإعلام أو سواء التواصل الاجتماعي. نعم. نحن نعرف أن في التواصل الاجتماعي العديد من الذباب الإلكتروني، العالم الآن يشتكي من الذباب الإلكتروني، محاولة الدول الآن تحاول بقدر الإمكان تنطرد هذا الذباب الإلكتروني حتى لا يكون له وجود في وسائل التواصل الاجتماعي. هناك مجموعات أصبحت تعمل ليل نهار بأموال، هذه الأموال أموال غير مشروعة
لأنها أموال تستخدم في الهدم وليس البناء يعني. ولذلك حتى كنا وجدنا كلمة السيد الرئيس السيسي كانت تعني هذا الشيء، لماذا تحاولون هدم وخراب الدول؟ هذه الأموال التي تدعمون بها الذباب الإلكتروني، الذين تدعمون بها الإرهاب، لماذا لا تتحول لخدمة الصالح العربي ونحن في المرحلة هذه؟ نعم. ابقى معي رجاء سيد محمد. نعم سيد عادل، يعني حتى هذه المقاطع، مقاطع الفيديو لا تظهر أن هذه الاحتجاجات تأخذ فعلا يعني حجم يدل على مد جماهيري يمكن له أن يحدث تغييرا سياسيا. بكل تأكيد بهني الشعب اليهودي بسنة العبرية الجديدة، وأتوجه لضيفك الكريم بالتحية. بكل تأكيد نحن لسنا أمام مظاهرات افتراضية على صفحات الفيسبوك، لكن المظاهرات والاحتجاجات الحالية هي رد فعل طبيعي من الشعب المصري الذي تجاوز حدود الخوف والرعب والقمع الذي فرضه هذا النظام. تجاوز الشعب المصري آلة السحق الأمنية للنظام العسكري الممثل في عبد الفتاح السيسي. الشعب المصري قال نازلين ومش خايفين، لكن هذا لا يعني أننا في بداية ثورة، نحن في مولد احتجاجات شعبية غير مؤطرة، ليس لها زعامات، لا يؤطرها أحزاب. نلاحظ غياب محمد البردعي، حمدين صباحي، كل الشخصيات السياسية عن المشهد. لا أحد يقول أنه قائد لثورة أو يدعو الناس للنزول سوى محمد علي والمعارضة المصرية المتواجدة في تركيا، رغم اختلافنا في الإيديولوجيا وبعض الأمور الخاصة بالتمويل. لكننا نؤكد أن مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية ومعادلة الدفع أو الإزالة اللي تعرف بقانون التصالح هي التي حركت المياه الراكدة. لأول مرة بنشوف احتجاجات ينزل فيها الأطفال، وهذا تحول جذري في المشهد. في القرى هناك حراك ولا أحد يمكنه أن يغير الواقع. نعم، يعني نزول الأطفال يعني هذا أيضا سياق آخر ولكن يطرح عليه الكثير من النقاشات. أنتقل إليك سيد محمد، يعني صحيح أن المشاركة في الاحتجاجات تعتبر محدودة، لكن البعض يقول بأن هذا يعود لربما لخوف الناس وخشية الناس عمليا وليس لرفضهم الدعوة للاحتجاج، خوفا خاصة من الاعتقالات التي يقول مراقبون أنها تجتاح مصر اليوم. هذا ليس صحيح. يعني مسألة الاعتقالات، صدقيني مصر فيها مساحة واسعة من حرية الرأي، ربما المشككين يقولون ما يقولون، لكن في الواقع مصر لا، يعني حرية الرأي بها مكفولة ومضمونة. وأحيانا أنا أسمع العديد من الذين يقولون أن ليس هناك حرية رأي، فيتضح لي عندما أتصفح الصحف المصرية حتى صحف الحكومة أستعجب وأتأكد أن هؤلاء لا يقرؤون. هؤلاء لديهم الصورة النمطية التي تحتاج بالفعل إلى عملية علاج نفسي بحت، لأن لو نظرنا أو القارئ يستطيع أن يقرأ أننا لدي العديد من الأعمدة في العالم العربي، هذه في مصر على وجه الخصوص، هذه الأعمدة تنتقد وتقول رأيها بكل صراحة وتكتب عواميد يومية. فبالتالي يعني إذا كان البعض لا يقرأ والبعض متشبع بالإعلام الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن التواصل الاجتماعي كمان أعطى للحكومة المصرية القدرة بما يعني أصبح لديها الآن إعلام المواطن، وبالتالي إحنا شاهدنا إعلام المواطن عندما وجدنا شاب الفريسكا والسيدة التي دفعت ثمن أجرة القتل لبطل من أبطال مصر، وهذه وجدت على الفيسبوك وتم التعامل معها مباشرة. وبالتالي حتى العديد من المشاكل الفردية التي يتم، إذا أراد أحد أن يقوم أو يوصلها لمسؤول، لن ينام المسؤول إلا أن يحلها. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال في ظل كل هذه القنوات المتعددة، قنوات النقد المباشر، الإعلام المتمثل في الإعلام المقروء على سبيل المثال، والمرئي أيضا بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت كلها تصب في صالح المواطن الذي يتعامل مباشرة مع حكومة تعمل ليل نهار
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إبطاء مشكلة مواطن. سنعود ونتوسع في هذا سيد محمد. نعم سيد عادل، يعني الشعب المصري اليوم هو أحوج ما يكون إلى الاستقرار السياسي لكي تخرج مصر عمليا من أزمتها الاقتصادية. ربما هذا عمليا ما فهمه الشارع المصري، لذلك عمليا لا يلبي هذه النداءات، نداءات النزول إلى الشارع. ممكن أرد في مداخلة بسيطة على ضيفي الكريم الأستاذ محمد العطيفي، أقول له بالنسبة للنظام المصري هو الأول عالميا في الاعتقالات السياسية، لدينا أزيد من 60,000 معتقل في سجون مصر المتعددة. إذا كان يتحدث عن الاعتداء على الحريات المدنية، يجب أن يعلم أنه منذ أيام تم إلقاء القبض على المفكر السياسي الأمين المهدي، هناك محاكمة للمهندس ممدوح حمزة، هناك المعارضة المصرية هي قطاع عريض في المجتمع الدولي حاليا، هناك منفيين خارج مصر. بقول للأستاذ محمد العطيفي أن ما شهدناه أو ما يسمى مسلسل سيدة القطاط والمجند الذي وصفه بالبطل، هو ليس بطل وليس له أي دور إلا أنه مجند. وللعلم كل ما حدث هو من تأليف وإخراج المخابرات المصرية، لأن ضباط أو المجندين في القوات المسلحة المصرية يركبون في القطارات، لديهم 4 مقاعد مجانا في كل القطارات وفي جميع الاتجاهات. كل هذا هو يحدث لرفع رصيد الجيش المصري بعدما ساءت العلاقة بين الشعب والجيش نتيجة ممارسات وسياسات عبد الفتاح السيسي. وهنا أعود لسؤال حضرتك، هذه كانت فقط مداخلة ردا على الأستاذ محمد عوضي. نعم تفضل. بالنسبة للسؤال عمليا عمليا هنالك من يقول بأن الشعب المصري بات يعلم بأن الاقتصاد هو الأزمة الأكبر التي واجهها اليوم، وعمليا نرى بأن الوضع الاقتصادي عمليا يعتبر كارثيا. ليس هذا الأمر يلعب دورا لربما في عدم نزول بعض الناس إلى الشارع، أو لربما باستفزاز البعض ونزولهم إلى الشارع بكميات محدودة يطرح على الجانبين؟ بكل تأكيد الغلاء وهدم المنازل ومنظومة الفساد التي تحكم مصر لن تكون هي السبب الوحيد في نزول المصريين. 2019 20 سبتمبر 2019 حينما دعا الممثل والمقاول محمد علي لأول مرة، كنا على وفاق نحن في المعارضة المصرية بأن يجب أن يكون هناك حراك، لأن المعارضة المصرية ترحب بأي حراك شعبي. فماذا اختلف منذ 2019 20 سبتمبر 2019 إلى 20 سبتمبر 2020؟ هناك احتقان شعبي، هناك ضغوط اقتصادية رهيبة أثرت على جيوب المواطنين المصريين، في حين نرى أن هناك ثراء واضح على ضباط الجيش وامتيازات لا حصر لها حتى للمتقاعدين منهم، وامتيازات من عبد الفتاح السيسي ليكون البطش والقمع هو السلاح الذي يواجه به المصريين. الشعب المصري سيواجه الخوف، سيواجه آلة السحق الأمنية، وسينزل للشوارع بالتدريج، وهذا ما نرغبه. نحن لا نريد النزول الجماعي للشارع، لأن في 2011 كانت هناك معطيات، والآن هناك واقع جديد، والشعب المصري يعرف أين ومتى وكيف سينزل. نعم سيد محمد العطيفي، يعني سمعنا إلى ما قاله سيد عادل، إذن ما الفرق ما بين ما حدث في 20 من سبتمبر عام 2019 العام السابق وما حدث عمليا في هذا العام؟ يعني نرى الوضع الاقتصادي الكارثي، الحريات المنقوصة تحدث عنها بأكثر من 60,000 معتقل، لماذا إذن لا ينزل الشعب المصري إلى الشارع؟ اولا يا كليهما يطلق عليهم الفنكوش، كلمه معروفه لدى المصريين، يعني العامين يسموا لدى المصريين الفنكوش، والفنكوش يعني مقتبسه من احد الافلام، وهو يعني من لا صوت لهم بل يعملون ضجيجا بلا قيمه. هذه النقطه الهامه، واريد ان افهم عادل، يعني هل تعلمي سيدتي الفاضله أن طبق السلطة عندكم في إسرائيل يكلف 12 دولار، في مصر يكلف 10 سنت؟ يعني أنا شخصياً يعني أحكي لك عن تجربة
شخصية، وهذا يوضح أن الحياة في مصر هي حياة أكثر رغدا مقارنة في دول أخرى، وهذا موجود يعني حتى في الشارع الفلسطيني لديكم كان هذا هو السعر. وبالتالي يعني عندما نتحدث لا أحد يستطيع أن يعني يضغط على الشعب المصري، لأن الشعب المصري يتفهم الحقائق جيدا. يعني أنا حتى أستغرب على أرقام الاعتقالات، وهذا أيضا كما ذكرت يدخل في قائمة الفنكوش. ولسبب بسيط، لأنني أرى في هذه المرحلة أرى المظاهرات في كل مكان الآن تختلف اتجاهاتها، في حين أنني لا أرى في مصر شيء. أنا لا أرى في مصر غير مجموعة تحريض، وهؤلاء التحريضيين يعني ربما مدفع لهم أموال من قطر، ربما مدفع لهم أموال من تركيا لزعزعة الاستقرار. لكن هل هذه المجموعة تشكل عبئا اليوم أو تشكل جزء من الرأي العام المصري؟ إطلاقا لا. الرأي العام المصري اليوم يرى أن قائد عبد الفتاح السيسي الذي يعمل ليل نهار، حكومة تعمل ليل نهار، إنجازات يراها على أرض الواقع، فبالتالي ما فائدة التزييف؟ فبالتالي نحتاج إلى تزييف الحقيقة على الأرض. ما يشهد المواطن يوميا على الأرض، يشهد تطور في التعليم، تطور في الصحة، تطور في البناء، العشوائيات تم القضاء عليها، يسير في جنة يحلم بها لسنوات، وهي نعم سيد محمد. بالتالي لابد أن يلتف حول القائد السيسي. نعم، يعني شكرا، تعلمت منك مصطلح جديد. أنتقل إلى سيد عادل. سيد عادل، يعني إعلام النظام يتهم الإخوان المسلمين بإثارة هذه الأنباء، واليوم تتجه دول عمليا دول أوروبية وعالمية لوصف الإخوان بالحركة الإرهابية. ألا يضر هذا لربما بالحراك الاجتماعي والاحتجاجي في مصر؟ سيدتي، بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين هي فصيل من القوى السياسية ومن الشعب المصري. هناك أسر مصرية ينتمي لها العديد من أفرادها لجماعة الإخوان المسلمين، هم ضحية من ضحايا هذا النظام. لا ننسى أن عبد الفتاح السيسي جاء بانقلاب عسكري، الانقلاب العسكري كان ضد الإخوان، ولكن في بدايته هو ضد ثورة 25 يناير. لا أحد ينسى بأن عبد الفتاح السيسي هو سليل نظام مبارك، هو رئيس المخابرات العسكرية لمبارك. هذا الجنرال لما جاء ما جابش الجنة اللي بيقول عليها الأستاذ محمد العطيفي. الشعب المصري اللي هو بيقول إن عنده طبق سلطة أرخص من دولة إسرائيل، هذا كلام ساذج، هذا كلام مع احترامي للأستاذ محمد، كلام خارج سياق الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في حياة شعب ومأساة شعب، مأساة شعب مصر انه لا يجد فعليا نظام يخدم مصالحه. نجد هذا الجنرال يخدم نخبة عسكرية، يقمع في المصريين، هو متحالف مع السعودية والإمارات الممول الرئيسي له. بالجانب الآخر، إذا قلنا أن المعارضة اللي في تركيا ممولة من قطر ومن تركيا، فهذا شأنهم. أنا أنتمي للمجلس السياسي المعارضة المصرية، ووجودنا منذ 2008، ونحن ضد الإسلاميين وضد العسكريين. بقول أستاذ محمد العطيفي أن هناك قيمة وسمو حينما نتبنى قضية كبيرة كقضية التغيير في مصر، وأن يكون لدى الشعب المصري إرادة في فرض صوته وفرض ما يريد، بأن يؤسس لدولة مدنية تريد أن تحكم هذا الشعب ويحاسبها الشعب، وليس طبق السلطة وليس الفنكوش. نحن لسنا معارضة فنكوشية، واسأل عبد الفتاح السيسي عن وثيقة عزل مرسي، ستجدني أنا أول من وقع عليها، أكتب في محرك البحث عن خلع مبارك، ستجدنا موجودين منذ 2008 ونمارس عملنا، ولم نوالي عبد الفتاح السيسي، ولم نوالي مرسي، ولم نوالي مبارك. نحن هدفنا واضح، هو تأسيس دولة مدنية علمانية تفصل بين الدين والسياسة.
نعم يعني سيد عادل، بما أنه هذا الهدف، الهدف يعني بتأسيس دولة علمانية تفصل بين الدين والسياسة وعدم إقحام موضوع الإخوان في هذه الاحتجاجات، إذن لربما هنالك من يرى بأنه خطأ عمليا أخذ اسم السيد محمد علي مجددا في قيادة هذا الحراك، علما بأن يعني الأمر قد خرج عن السيطرة وقد عمليا هاجم بعض من دعمه في هذه الاحتجاجات. إذا كانت هذه الاحتجاجات احتجاجات اجتماعية وباسم اسم الشعب المصري، كيف لها أن تكون بأي شكل لكي تعبر عن الشارع المصري فعلا؟ بالنسبة للأستاذ محمد علي، هو له كامل الحق أن يدعو الشعب المصري باعتباره مواطن مصري، هو يتحالف مع من يشاء من أجل المطالبة بإسقاط عبد الفتاح السيسي. قطعا له الحق أن يصدر الفيديوهات، من حق النظام كذلك أن يواجهه وأن يقوم بالإساءة له. هذا حرب بين طرفين، نحن نؤكد أننا صوت الشعب المصري، ونريد فقط أن نؤسس لدولة مدنية علمانية تفصل بين الدين والسياسة، ونغير الأوضاع الاقتصادية وفق معادلة جديدة. نعم، إذن يعني سيد محمد العطيفي، يعني هنا نرى بأن الأسباب هي أسباب عمليا وطنية، دولة ديمقراطية تفصل ما بين الدين والسياسة. هنالك من يقول أعطي شاب مصري سببا أن يبقى في البيت ولا ينزل لهذه التظاهرات عمليا. هل الإنجازات الوهمية كما يراها المراقبون التي يتحدث عنها الإعلام ولا يلمسها المواطن هي عمليا ما يضعه النظام اليوم أمام المواطنين والشاب المصري؟ أولا واضح أن ضيفك يعني حافظ مش فاهم، بدليل أنه مصر هي ليست دولة تخلط بين الدين والسياسة، هي دولة علمانية منذ نشأتها إلى وقتنا هذا، ولم يكن هناك الدولة الدينية موجودة في تاريخ مصر يعني. وبالتالي هي ليست يعني، عندما نتحدث عن فهم وعلى ضوء ما نراه على أرض الواقع، عندما حتى نتحدث عن الدولة المدنية هو أيضا يعني يخفق في فهمه للدولة المدنية، لأن الدولة المدنية أنا أحكم في دولة مدنية، أنا لدي حكومة مدنية بحتة ليس بها يعني لا رجل دين ولا يعني قائد جيش، بل هي حكومة مدنية تتحرك. وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أتى الدولة أتى وهو بعيدا تماما عن المسألة العسكرية. أيضا عندما يقول منقلب هو صدقيني يعني هي نفس فكر الإخوان المنحرف الذي ليس لديه قراءة ولا رؤية. إذا كان منقلب إذا لماذا لم يحكم الجيش؟ ما كان من الممكن أن يحكم الجيش؟ إذا هذه يعني هراءات يعني. وبالتالي عندما نتحدث أو المتحدث عليه أن يكون فاهم جيدا ما يتحدث عنه. وبالتالي أنا أرى وهذا يعيدني إلى أهمية سؤالك، أننا في مصر في هذه المرحلة الشعب المصري بات يدرك جيدا ما يدور حوله. لا يمكن بأي حال أن تأتي بعض الأفكار المغلوطة، لأننا في مرحلة باتت تكون واضحة للجميع. استمداد المعلومات وتبادل المعلومات أصبح واضح، فبالتالي هذا الشعب يرى وحتى يعني لو نظرنا إلى الحالة الاجتماعية لدى المواطن الآن، الحكومة الإنفاق الحكومي وقيمة الإنفاق الحكومي تدعو المواطن أن يتمسك بهذه الدولة، بعيدا عن أنه يرى أن العديد من الدول منهارة بجواره إطلاقا لا، لكن الحقيقة ما يربط المواطن بالدولة، علينا أن نتفهم ما يربطني بالدولة وكيف أكون وطني. وبالتالي لو نظرت في فترة تاتشر كانت تحفز يملك المواطن بيت حتى يكون له انتماء كبير للدولة. فبالك بالمصريين، جميع المصريين يملكون بيوتهم، وبالتالي هم الدولة. نعم سيد عادل، هنالك من يقول وخاصة يعني أنصار النظام أن المحتجين إن وجدوا اليوم يعملون لحساب الدول المعارضة لمصر كتلك التي تدرج كتركيا وقطر عمليا، وأن هنالك تعليمات تصدر من هذه الدول بما يتعلق بالاحتجاجات وعمليا تجنيد المحتجين، كيف تقرأ ذلك؟
بالنسبة زي ما قلت المعارضة المصرية هي أكبر معارضة عربية منتشرة سواء في داخل مصر أو في دول العالم. بكل تأكيد هناك من يرتضي بالتمويل وأن يوجه بالريموت كنترول من الجهة التي تموله، لكن هذا لا يعني أنها ليس هناك معارضة وطنية تغلب مصلحة الشعب. بقول أن المظاهرات والاحتجاجات التي تنزل في شوارع مصر هي لإجهاض حكم عسكري قمعي، هي لإيقاف ديكتاتور حطم آمال واستولى على أموال المصريين ونهبها. نريد تحويل مصر من دولة بوليسية قمعية إلى دولة مدنية. إرادة الشعب وصوت الشعب وكلمة الشعب هي التي هي الفيصل وهي التي تحكم البلاد. نعم. كلمة الشعب هي الفيصل. وبهذا ينتهي الوقت معنا. شكرا لك السيد عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية، كنت معنا من جنيف. شكرا لك السيد محمد العطيفي رئيس تحرير الشرق تريبيون، كنت معنا من لندن. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية المناظرة اليومية. ألقاكم في ملفات أخرى. إلى اللقاء.